الهندسة شيء مهم قوي ما ينفعش نعيش من غيره، بس الهندسة اللي هوريها لك دي ما ينفعش تبقى في حياتنا، هندسة من نوع آخر. في الفيديو ده هوريك أغرب 10 تصميمات هندسية. ما هي المراية العالية دي ما تنفعش غير لحاجتين، يا إما العيلة دي معدية 2 متر يا إما قوم عاد رجعوا تاني. شكلين المهندسين على احساسهم بجد، وده نوع من مشاركة الشعور برضو في الزنقة، وفي نفس الوقت ما تقعدش كل ده ساكت برضو. وده بقى اللي عامله كان واحد مستعجل قوي في حياته لدرجة انه ما عندوش وقت يفتح ابواب عشان يستحمى. يا ريت اللي يخش هنا يخش بظهره بالراحة، عشان لو ما عرفتش تخش يخسر لك شوية وزن وتعالي. المهندس العامل ده تقريبا متلخبط بين السرير والبانيو، او شكله بينام في الاتنين. المرايتين دول عشان تشوف وشك من كل جنب، ومش مهم تشوفه من قدام يعني، ما انت كده كده حافظه. ديزاين ارشحه لاي ست بتقول لجوزها غرفة داهية ونفسها ما يمشيش. ما نفتح الستارة بقى يجيب لنا شوية هوا. ايه ده؟ قول لي طريقه كمسدود مسدود مسدود يا ولد مسدود. المهندس بتاع قوم عاد رجع تاني، واحيي الست دي على عدم استسلامها للصعوبات، ما انت لو ما عملتش كده هتشحتي. المهندس ده المفروض يتقبض عليه يتعلم يعني ايه خصوصية. اما الكوبري ده بقى في كل ناحية من المهندسين عملوه عشان يسلموا على بعض ويرجعوا يهدوه تاني. لو عجبك الفيديو استنى منه الجزء التاني، ولو مش مشترك معانا اشترك واضغط لايك وفعل الجرس وشير الفيديو ده في كل حتة. سلام.